بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم أعزائي طلبة الصف الخامس مع درس من دروس الأنشطة الإملائية، وهو بعنوان إثبات همزة ابن وحذفها. والمقصود بهمزة ابن، انتبهوا هنا معنا كلمة ابن. إثبات همزة ابن هذه هي الهمزة، وحذفها انتبه هنا كلمة ابن بدون الهمزة، فهذه هي الهمزة المقصود بها، همزة ابن وحذفها. إذا على جميع الحالات، في جميع الحالات نقرأ هذه الكلمة ابن، يعني مرة أخرى هذه الكلمة الأولى هنا تقرأ ابن مع وجود الهمزة، والثانية أيضا تقرأ ابن وليس بن، انتبهوا تقرأ ابن لكن الهمزة هنا محذوفة. نأتي الآن إلى الدرس، أقرأ وألاحظ. الطبيب راشد بن عميرة مشهور في الأوساط الثقافية العمانية بكتابه فاكهة ابن السبيل، فاكهة ابن السبيل، ويعد من الأعلام في تاريخ عمان. تعلم راشد بن عميرة الطب على يد أطباء من عائلته المشهورة بهذه المهنة منذ القديم، وقد كان للعلماء في الطب في عصر ابن عميرة الأثر الكبير في تكوينه العلمي، ونجح في علاج كثير من الأمراض المستعصية في ذلك الزمان. كان ذا فضل كبير وعلم واسع. رحمك الله يا ابن عميرة لما أسديته من خدمة جليلة للأمة العربية قاطبة. هنا لما أسديته، معنى أسديته يعني قدمته من خدمة جليلة يعني عظيمة للأمة العربية قاطبة، يعني للأمة العربية كلها. نأتي الآن هنا إلى المناقشة. لاحظوا كلمة ابن هنا، هل كتبت فيها همزة الوصل؟ لا، لم تكتب. وأيضا معنا هنا كلمة ابن، هل كتبت همزة الوصل؟ نعم كتبت. أيضا نأتي إلى الجملة هنا، نستخرج الجمل التي وردت فيها ابن. أيضا معنا هنا كلمة ابن، هل رسمت وكتبت همزة الوصل؟ نعم كتبت. وكذلك هنا انتبهوا، ابن حذفت همزة ابن هنا، ابن كتبت همزة ابن. الآن نريد أن نناقش. أكتب الجملتين اللتين ورد فيهما لفظ ابن، وقلنا انتبهوا لا تقرأ بن وإنما ابن، من النص السابق، وهي الجملة الأولى: الطبيب راشد بن عميرة. رحمك الله يا ابن عميرة. الآن هنا لماذا حذفت همزة ابن؟ لماذا حذفت همزة ابن؟ الجواب لأن، لاحظوا كلمة ابن وقعت بين ماذا؟ وقعت بين اسمين علمين، الاسم الأول هو راشد، والاسم الثاني هو عميرة. بالتالي إذا وقعت كلمة ابن بين اسمين علمين بالتالي تحذف همزة ابن. انتبهوا إلى الجملة الثانية: رحمك الله يا ابن عميرة، حذفت الهمزة لماذا؟ لاحظوا ما الذي جاء قبل كلمة ابن، ياء النداء. نستنتج أن كلمة ابن إذا جاء قبلها ياء نداء تحذف الهمزة فيها. السؤال الثاني: أكتب الجمل التي ورد فيها لفظ ابن من النص السابق. ابن، لاحظوا الهمزة هنا مكتوبة، وهي فاكهة ابن السبيل وابن عميرة. لاحظوا هنا فاكهة ابن وهنا ابن عميرة. الآن لماذا هنا أثبتت كلمة ابن؟ لأنها لم تقع بين اسمين علمين. لاحظوا فاكهة ليست اسم، وليست اسم علم، والسبيل ليست اسم علم. الأسماء العلم المقصود فيها أسماء الأشخاص المشهورين، أعلام. ولاحظوا في الجملة الثانية لماذا كتبت همزة ابن؟ لأنها جاءت في بداية الجملة. لاحظوا هنا في بداية الجملة لم يسبق كلمة ابن أي كلمة، وجاءت في البداية، لذلك رسمت وكتبت همزة ابن هنا. إذا لاحظوا هنا كتبت الهمزة لأنها لم تقع بين اسمين علمين، وهنا كتبت الهمزة
لأنها جاءت في بداية الكلمة في بداية الجملة، وهنا أيضا كتبت همزة ابن لأنها لم تقع بين اسمين علمين، فكلمة عصر ليست باسم علم، لذلك رسمت همزة ابن. نأتي إلى السؤال هنا، ألاحظ أن الألف في ابن تحذف أحيانا وتثبت أحيانا. الآن أكمل الجدول الآتي بالجملة التي جاء عليها لفظ ابن في النص السابق. الجمل التي جاءت عليها كلمة ابن، الجملة الأولى الطبيب راشد ابن عميرة. لاحظوا هنا حذفت الألف، لماذا؟ السبب لأنها وقعت بين اسمين علمين، الاسم راشد هو اسم علم واسم عميرة اسم علم، أسماء أشخاص. الجملة الثانية هو هنا لاحظوا ابن، لماذا كتبت همزة ابن؟ لأنها وقعت في بداية السطر، جاءت في بداية السطر. وهنا لاحظوا في عصر ابن عميرة وفاكهة ابن السبيل، لماذا رسمت الهمزة وكتبت همزة ابن؟ لأنها لم تقع بين اسمين علمين. لاحظوا هنا عصر ليست اسم علم، ليست اسم شخص، وفاكهة ليست اسم شخص، وكذلك السبيل ليست اسم علم. رحمك الله يا ابن عميرة، لماذا حذفت همزة ابن هنا؟ لأنها سبقت بماذا؟ سبقت بياء النداء، سبقت بياء النداء. الخلاصة الآن تحذف همزة ابن في الحالتين الآتيتين، الحالة الأولى إذا وقعت بين اسمين علمين ولم تقع في بداية السطر، والحالة الثانية إذا دخلت عليها ياء النداء، فإذا دخلت ياء النداء وسبقت كلمة ابن تحذف همزة ابن. متى تثبت همزة ابن؟ تثبت يعني تكتب في الحالتين الآتيتين، الحالة الأولى إذا لم تقع بين اسمين علمين، إذا لم تأتي بين اسمين تكتب همزة ابن، والحالة الثانية إذا وقعت أول السطر فبالتالي نكتب همزة ابن. نأتي الآن هنا إلى الأمثلة. أولا أكمل الأمثلة الآتية بلفظ ابن، إما مع إثبات وكتابة الهمزة أو ابن بدون الهمزة. ألف مؤسس الدولة البوسعيدية هو الإمام أحمد ابن سعيد، لماذا رسمت هنا الهمزة؟ وقعت بين اسمين علمين، أحمد وسعيد لم ترسم لأنها وقعت بين اسمين علمين. هنا ابن بطوطة رحالة عربي، رسمت هنا الهمزة لأنها جاءت في بداية السطر. يا ابن آدم أحسن إلى الناس، حذفت همزة ابن، لماذا؟ سبقها ياء النداء. السؤال الثاني، صوب الأخطاء في الواردة في الفقرة الآتية. لاحظوا هنا الشاعر ابن حميد بن عبد الله، هنا ابن يجب أن تحذف همزة ابن، لماذا؟ لأنها وقعت بين اسمين علمين، حميد وعبد الله. أيضا هنا استطاع ابن عبد الله، لاحظوا هذه الجملة، هنا يجب أن تكتب همزة ابن، وهنا كتبت بطريقة خاطئة، لماذا تكتب؟ لأنها لم تقع بين اسمين علمين، فلاحظوا استطاع فعل، وهنا في هذه الجملة فجزيت خيرا يا ابن عبد الله، ابن هنا يجب أن تحذف همزة الهمزة همزة ابن، لماذا؟ لأن جاء قبلها ياء النداء، فالخطأ هنا ابن تكتب هذا ابن مع حذف الهمزة لأنها وقعت بين اسمين علمين، نتكلم عن الجملة الأولى، وابن هكذا يجب أن ترسم همزة، الخطأ أنها كتبت بدون الهمزة، الصواب أن تكتب مع الهمزة، السبب نتكلم عن هذه الجملة، السبب ما هو السبب؟ لأنها لم تقع بين اسمين علمين، والجملة الثالثة هنا فجوزيت خيرا يا ابن عبد الله، كتبت ابن مع الهمزة وهذا خطأ، يجب أن تكتب بدون الهمزة، والسبب لأنها وقعت بعد باء بعد ياء النداء. وبهكذا نكون وصلنا إلى نهاية هذا الدرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.